السلام عليكم. اليوم نعرفوهم على البرنامج نتاع ولايه الجزائر العاصمه لتسهيل الحركه نتاع المرور على مستوى ولايه العاصمه وخاصه المداخل نتاع المدينه تاع مركز المدينه تاع العاصمه. اذا نخليكم تتابعوا التصريحات نتاع والي ولايه العاصمه وين يفسر كل المشاريع اللي قيد الانشاء حول العاصمه وبين بلديات العاصمه لتسهيل حركة المرور. إذن وبدون إطالة نخليكم تتابعوا هذا التصريح الهام لوالي ولاية العاصمة في الموضوع. السلام عليكم. سؤالي سيد الوالي بخصوص قضية الازدحام المروري، لطالما يعني المواطن العاصمي يشتكي بدرجة الأولى من ازدحام مروري. طلعنا على المخطط الأصفر وأهم المشاريع، ربما نعود كما قالت زميلتي الأجال، متى سيكون لي يعني للعاصمي أنه نوض في الصباح ما يكونش ما يعانيش من مشكل الازدحام المروري؟ هذا يطلب شوية وقت، يعني ما مش على كل حال هو موجود السؤال ولكن بنشرح. نحن مد يعني بعض التفاصيل النظرة تاعنا يعني لتخفيف من حركة الضغط على حركة المرور، هي كما يقول لك اون فو با غيانفونتي لو موند، نشوفوا العواصم الكبرى تاع العالم يعني ترتكز على النقل العمومي، يعني سي المترو تراموي، هادو هما اللي يعني باش يكونوا هادو سي دي موايا اتراكتيف باش الانسان اللي راه يمشي بالسيارة تاعو يوضعها في ركنها كما نقولوا ويتحول الى هذه الوسائل الكبيره يعني تاع النقل. حنا في النظره تاعنا ترتكز على ثلاث محاور. المحور الاول هو توسيع شبكه الطرق. هنا كاين قلت تكلمت على بعض المداخل يعني سي دي بينيترونت اوتوروتيير اللي راهم في طور الانجاز. عندنا نذكر يعني البعض الربط بين القبه وجنان السفاري على مستوى الطريق الوطني رقم واحد اللي هو في الحقيقة طريق سريع نحو البرتوتا والبوليدة وعنده ربط مع طريق السيار شرق غرب. هذاك هنا استلمنا منه الشطر الأول يوم السبت هذا الماضي، ومن البداية يعني في خلال الصائفة هذه إن شاء الله نستلم الجزء الثاني من المشروع. فيه كذلك المشروع اللي يربط هذا ثاني طريق سريع بين المركب الأولمبي محمد بوضياف وخريسية على مستوى طريق العارضي الجنوبي الثاني يعني لا دوزيام روكاد دالجي. هذا يمثل كذلك طريق اجتنابي بالنسبة للعاشور ودرارية، يعني راح يسهل حركة المرور وفي الحقيقة يولي يعني هذا ربط شمال جنوب كما نقولوا سي بينيترونت نور سود، تبدا من باب الواد يعني في الحقيقة تطلع على الفريفالون كذا كي تلحق لسان جويي كما نقولوا المركب محمد بوضياف، من تم يانتراسي نوف هذايا في حوالي 10 كيلومتر. الشطر الاول يعرف تقدم يعني لا باس به، يعني مع نهايه السنه هذه راح يسلم لحركه المرور. وحنا انطلقنا في يعني منذ اسبوع حوالي اسبوع في الشطر الثاني يعني اللي راح يربط العاشور بباب احسن، ثم يجي الشطر الثالث اللي مازال التموين تاعو يبالك ربما حتى 2024 اذا يعني خصص هذا المبلغ سوف ننطلق في الشطر الاخير يعني اللي هو الشطر الثالث. فيه كذلك مدخل ثاني هكذا سي بينيترون توتوروتيير في زيرالدا، الربط اللي الموجود بين لا بروميير روكاد لا دوزيام روكاد، يعني فيه طريق يعني سي ان نوفو تراسي يحبط الناحيه الواجهه البحريه يعني بين سيدي فرج ازور بلاج و الاخرى بالامبيش. فيه كذلك هذا بالنسبه يعني الطرق كما نقولوا الرئيسيه. طريق اخر اللي يربط ثانيت بين زيرالدا واد مازافرون جهه مازافرون حتى الطريق الوطني رقم واحد يعني الطريق السريع اللي يدي البوليده، هذا ثانيت فيه تقريبا 10 كيلومتر وهو راه في طور الانجاز، يسهل ثانيت يعني تبادلات ولا النقل خاصة بين البوليدة وتيبازا باش ما يولوش يمروا على يدخلوا حتى كيما نقولوا الجهة الدويرة وجهة بابا حسن كذا باش يعاودوا يولوا لتيبازا. فيه شق آخر بالنسبة للطرقات هو توسيعة بعض المحاور اللي كان عندنا يعني انطلقنا في توسيعة الطريق الولائي رقم 115 مستوالي نحو سيدي فرج،
الطريق توسيع الطريق الازدواجية الطريق الوطني رقم 11 بين سيدي فرج حتى لزيرالدا. عندنا كذلك ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعيل بنيان على طول 6 كيلومتر. وكنا يعني يوم السبت هذا أعطينا إشارة انطلاق توسيعة ثلاث محاور أخرى، يعني هي طرق ولائية طريق الوطني رقم 142 133 و233، هادو اللي يعني يسهلوا حركة المرور على مستوى عدة بلديات أهمها يعني زيرالدا، سويدانية، شراقة، بوشاوي، ولاد فايت إلى غيرها من البلديات. الشق الثالث فيما يخص الطرقات هو إزالة النقاط السوداء، ليليميناسيون دي بوان دي بوان نوار لي بوان كونجيسيون دو لا سيركيلاسيون. هنا ثاني فيه برنامج نعطيك غير على مستوى الطريق الوطني رقم 41 بين اللي يربط بين بني مسوس وشراقة، فيه خمس أنفاق يعني 5 تخيمي، زوج راهم في طور الإنجاز واللي رايحين يدخلوا حيز الخدمة خلال بداية يعني شهر جويلية. فيه ثلاثة أخرى اللي رايحين ينطلقوا يعني خلال السنة هذه يكونوا عندنا زوج، والسنة المقبلة يعني نافق الخامس كما نقول. فيه تهيئات أخرى ثانية لإزالة هذه النقاط السوداء، في بعض الأحيان تهيئات سطحية يعني سي دي زاميناجمون دو كارفور ولا هذا الشط اللي يخص يعني النقطة اللي تخص كما قلت في البداية توسيعات الطرقات شبكة الطرقات.